برعاية ذهبية من شركة سانيورا، أطلق اتحاد الصناعات الغذائية معرض غذاؤنا للعام الجاري في مدينة نابلس وسط حضور رسمي وجماهيري لافت. احنا بالنسبة لنا مشاركتنا في هذا المعرض ورعايتنا لهيك معارض متخصصة في صناعة الأغذية، احنا دائما بنكون داعمين لهيك معارض، لأنه احنا بهمنا المستهلك يجي يشوف واجهة الصناعات الفلسطينية ويتأكد أنه في عنا فعلا مصانع تفتخر فيها. وإحنا كشركة سانيورا الحمد لله وصلنا لحصة سوقية عالية في السوق الفلسطيني، إحنا رقم واحد في صناعة اللحوم الغذائية، الناس عنا ثقة فيها إن هي صارت تميز المنتج ذات جودة عالية، صارت الناس تميز كيف تأكل، تختار أكلها، تختار غذائها، وإحنا هذا الإشي اللي منراهن عليه. المعرض جمع العديد من الشركات والمصانع المختصة بالصناعات الغذائية برعاية ذهبية من بنك فلسطين وماسية من شركة جوال، إيمانا من الشركة بأهمية دعم المنتج الوطني. اليوم رعايتنا لمعرض الصناعات الفلسطينية هو جزء من إيماننا بأهمية تعزيز حضور الصناعات الفلسطينية والمنتجات الغذائية الفلسطينية، لأنه كل ما تطورت هذه المنتجات، كل ما توسعت المصانع اللي بتنتجها، كل ما وظفت ناس جديد وخففت من حجم البطالة. احنا اليوم شركة الوطنية للدفع الإلكتروني جوال باي متواجدين في معرض غذائنا 2020 كالراعي الماسي. احنا اليوم تواجدنا هو لحتى ندعم المنتج المحلي. هذا المعرض جاء ضمن سياسة الحكومة في دعم المنتج الوطني والترويج عبر المعرض للمنتج الفلسطيني الذي بات يتميز بجودة عالية لاستناده إلى التكنولوجيا الصناعية الحديثة. شوف المنتجات الفلسطينية الوطنية بالجودة اللي موجودة فيها، طبعاً أنا زرت معظم المصانع، مصانع كلها بأحدث الماكينات الموجودة بالعالم، عندنا رقابة شديدة من وزارة الاقتصاد حسب المواصفات، وبالتالي وصلنا إلى حصة المنتج الوطني 80% الغذائية، وهذا إنجاز كبير للقطاع الخاص. المعرض يوفر المنتجات الغذائية المتنوعة التي يحتاجها المواطن ويزداد الطلب عليها في فترة الشهر الفضيل، كما يضع المواطن في صورة مميزات ومزايا المنتج الوطني. هذا المعرض أصلا يقام بشكل سنوي، لكن قطعنا بسنة 2020-21 نتيجة كورونا وجائحة كورونا، ثم عدنا لعمل هذا المعرض بشكل سنوي. هذا المعرض يقام كل سنة في مدينة من مدن الضفة الغربية وكذلك في مدينة من مدن قطاع غزة. بالتالي احنا اليوم موجودين في نابلس، بعد أشهر رح نكون في قطاع غزة أيضا. يعد هذا المعرض عودة جديدة للمعارض الغذائية بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا، في محاولة ليعود المنتج الفلسطيني في نظر المستهلك إلى واجهة المنتجات بجودة تنافس المنتجات المستوردة. هذا أهم للغاية، هذا المعرض درجة أهميته مضاعفة لأنه يأتي عشية شهر رمضان الفضيل، أن يأتي عشية شهر الاستهلاك، أن تعرف المواطن على البضائع الوطنية الفلسطينية، هذه مسألة هامة للغاية بالنسبة لنا. قبل أعوام كنا نرى في أن المواطن الفلسطيني متشكك نحو البضاعة الفلسطينية، وكان إذا أنت بتتذكر يتجه نحو البضاعة الأجنبية، يتجه نحو البضاعة الإسرائيلية، على حتى لأنه هو في قناعة داخلية أنها هي الأجود. الشيء المهم للغاية أن هذا الأمر اليوم تغير. ويرى المشاركون في هذا المعرض فرصة لعرض منتجاتهم للمواطنين وتعريفهم بها ولفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في مدينة نابلس. اليوم احنا مشاركين في معرض غذاؤنا 2022 في مدينة نابلس. تيجي مشاركتنا اليوم هي كفرصة بتنتهزها شركة دواجن فلسطين باستمرار انها تشارك في معارض غذاء، في معارض غذاؤنا والمعارض بشكل مستمر للتواصل مع الجمهور بشكل مباشر وتعريفهم على منتجات عزيزة وجودتها. احنا شاركنا بهذا المعرض لانه هذه المعارض بشكل عام بتدعم اقتصادنا الوطني، بتعرف المستهلك النهائي في المنتج تبعنا. حاليا بهمنا احنا نشارك عشان نبين للشعب ونبين للمستهلك والمواطن في منتجات غذائيه وفي منتجات فلسطينيه ذات جوده عاليه جدا وبتنافس اي منتج مستورد واي منتج من الاسواق الاخرى. معرض غذاؤنا والذي سيمتد لثلاثه ايام يوفر مساحه عرض واسعه للمنتجات الفلسطينيه وفسحه تسوق للمواطنين
للاطلاع على كافة الخيارات قبيل الشهر الفضيل.